عبر الهاتف ينضم إلينا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، في البداية أرحب بحضرتك إلى هذه الجولة، زيارة أولى للرئيس بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. الكثير من التصريحات خرجت من الجانبين، أبرز ما توقفت عنده أو عنده سعادة السفير تفضل. يعني أبرز ما تم خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسودان هو يعني بحث ملف سد النهضة والتأكيد على رفض البلدين أي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض الأمر الواقع على مصر والسودان والاستئثار بموارد النيل الأزرق، والتأكيد خلال المباحثات على دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة في إطار تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يكون هذا الاتفاق ملزم قانونا للأطراف ويحقق مصالح الدول الثلاثة ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، والاتفاق على التنسيق والتشاور المستمر في هذا الملف. طيب يعني سعادة السفير، فيما يتعلق إذا نظرنا نظرة أكثر شمولا وأكثر اتساعا للموقف بخلاف هذا الملف، هل هناك برأيك عناوين أكثر حظوظا ربما شهدت أو جاءت في مقدمة وأولويات هذا اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القيادات في السودان؟ بالضبط، يعني أولا يعني بحث تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتشاور بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، ده من جانب. من جانب تاني الجهود المصرية المستمرة لدعم التنمية في السودان والعمل على يعني قيام الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للعمل على إسقاط الديون السودانية وإعادة جدولة الديون السودانية خلال المرحلة الحالية. وهنا لابد من الإشارة إلى يعني قيام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر التي أسفرت عن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسودان بتعكس العلاقات التاريخية والأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وهنا لابد من الإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعطي أولوية كبيرة وبيحرص في كافة اتصالات سيادته وزيارات سيادته الخارجية على دعم السودان ودعم. ومن هذا المنطلق سعادة السفير، يعني نتحدث عن عبارة لا يمكن عدم ذكرها وهي أن أمن السودان جزئيات لا يتجزأ من أمن مصر. هذه رسالة ليست فقط كلمات، تعبر عن متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، صحيح سعادة السفير؟ طبعا بالطبع، يعني تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم أمن السودان وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم من أجل نجاح السودان خلال المرحلة الانتقالية الحالية. طيب سعادة السفير، يمكن في آخر بيان ورد إلينا على لسان السيد محمد حمدان دجلو يتحدث عن مصر والطفرة في يعني الطفرة الاقتصادية التي حدثت في مصر، إلى أي مدى من الممكن أن تستفيد السودان الشقيق من التجربة المصرية الرائدة فيما يتعلق بمجال البنية التحتية وغيرها أو الملف الاقتصادي في مصر بشكل عام؟ يعني أولا السودان بتتطلع إلى الاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية المتميزة والتي أشادت بها جميع مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة
الآونة الأخيرة. يعني السودان يمكن أن تستفيد من نتائج التجربة المصرية المتميزة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي للنهوض من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السودان. وهنا لابد من الإشارة إلى أن مصر حريصة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص من خلال اتصالات سيادته الدولية وجهود سيادته المستمرة من أجل دعم السودان اقتصاديا خلال المرحلة القادمة والعمل على تقديم التسهيلات المالية الميسرة للسودان من قبل مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة. تجربة مصر الاقتصادية نموذج يحتذى به، يمكن أن يؤدي إلى نجاح السودان في التغلب على المشاكل والصعاب الاقتصادية التي تمر بها السودان خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وهنا لابد من الإشارة إلى تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر سوف تعمل على دعم السودان في كافة المجالات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان والحفاظ على الوحدة الإقليمية للسودان وسيادة السودان على أراضي خلال الفترة. نعم، هو بشكل عام سعد سفير، هما دولتان شقيقتان تربطهما أواصر الكثيرة. على كل حال سعد سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك جزيل الشكر وننتقل الآن.